طيب حضراتكم عارفين انه السنة اللي فاتت ديت، بما اننا بنتكلم على سنة 21، شهدت طفرات في الصادرات المصرية الغذائية وبالتحديد في الموالح، برتقان المصري، اليوستفندي المصري، المندرين المصري، كل انواع الموالح المصرية قفزت قفزات كبيرة وبقى ليها سمعة كبيرة، وقدرنا ندخل عدد من الأسواق اللي كانت معقدة بالخضروات والفواكه. يعني مثلا السوق الياباني ده من أعقد الأسواق اللي في الدنيا دخلناه، السوق الصيني نفس الشيء. بقالنا أسبوع كان في مشكلة بيننا وبين روسيا في البرتقال، وأنا ببقى سعيد جدا على نوع من أنواع التكامل اللي بيحصل بين الأجهزة الرسمية المصرية. يعني يبقى فيه علاقة بين وزارة الزراعة ووزارة الخارجية من خلال السفير هناك، ويعني كل هذه الأماكن تعمل على أساس إن احنا نقدر نحل المشاكل. وحضراتكم هتشوفوا المشكلة بتاعة البرتقال اتحلت ازاي مع روسيا. الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أهلا بيك يا فندم، إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ اهلا وسهلا عمرو بيه، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الموضوع ان من حوالي 10 ايام تقريبا، تحديدا كان يوم الثلاثاء اللي قبل اللي فات، فوجئنا ان روسيا رفضت بعض شحنات البرتقال المصري، شحنات حجمها كبير لشركتين من شركات من كبرى شركات تصدير الموالح في مصر، من الشركات اللي بتصدر كميات كبيره لروسيا. وطبعا كان في شحنات في السكه رايحه، وفوجئنا ان تاني يوم اللي هو يوم الاربعاء هيئه حمايه المستهلك الروسيه اللي هي بتسميها هيئه الفيدراليه لحمايه المستهلك دي اصدرت على الموقع الرسمي بتاعها يعني جدول او تحديث للبيانات بتاعت الموقع بما يفيد بقيام الهيئه بحظر الشركتين دول من تصدير الموالح او البرتقال الى روسيا. طبعا المشكله كل ده ما فيهوش اي مشكله لحد دلوقتي، لان اي دوله ممكن ترفض شحنه لدوله ثانيه، اي دوله ممكن تعمل حظر للشركه، واحنا هنا انا هنا في الحجر الزراعي المصري برفض شحنات لاكبر دول في العالم وبنعمل حظر للشركات في اكبر دول في العالم، مفيش مشكله خالص. بس المشكله كانت فين حضرتك؟ المشكله ان السبب اللي حطته هيئه حمايه المستهلك على الموقع بتاعها اللي هو بتقول ان هو ده سبب الحظر، كان ايه السبب؟ السبب بيقولوا ان في الشحنات دي فيها ماده اسمها الامازيليل، ده مطهر فطري. بيقولوا ان الشحنات مصابه او فيها ماده الامازيليل، والماده دي غير مسجله في القواعد لا يعني ايه يعني مطهر فطري يا فندم؟ يعني زي مبيد فطري بيموت الفطريات حضرتك. الموالح او البرتقال لو تيجي تشتري حضرتك البرتقال اللي هو للتصدير بتلاقيه عليه طبقه من الشمع، بيتحط عليه طبقه كده اللي بتخليه بيلمع ده علشان يستحمل السفر ويستحمل مشوار النقل من هنا لاي دوله في العالم. الشمع ده لما بنيجي نشمع البرتقال بعد ما بنعمل التشميع بيتحط عليه بيعالج، لازم يعالج بمبيد فطري اللي هو مطهر فطري علشان البرتقال وهو مسافر او الموالح. هم قالوا الماده دي مش مسجله عندنا، قالوا مش مسجله عندهم في القواعد بتاعتهم. وطبعا معنى ان الماده مش مسجله عندهم، احنا بنستخدم الماده دي في كل محطات الموالح في مصر، والعالم كله كل دول العالم بتستخدم نفس الماده في محطات تصدير. طب احنا دي اول مره نصدر لهم برتقال؟ اكيد صدرنا لهم برتقال قبل كده وكان عليه نفس الماده. بالظبط، بنصدر لهم قبل كده وبنصدر لغيرهم، وكل دول العالم بتصدر لهم وبتصدر لغيرهم بنفس الماده وبالتركيزات اللي هي بالمعايير الدوليه، احنا ما بنخالفش المعايير الدوليه خالص، والبرتقال المصري مطابق للمعايير الدوليه. وزي ما حضرتك تعلم وهم يعلموا ان مصر رقم واحد في العالم في تصدير طبعا البرتقال. طبعا فطبعا احنا كان السبب اللي حطوه ده عمل لنا ازعاج شديد، لان معنى السبب ده معناها ان هو بيعمل حظر غير مباشر على كل الموالح اللي رايحه روسيا بعد كده. معنى انك حطيت سبب زي كده يبقى كل البرتقال اللي هيروح روسيا هيترفض. طبعا فورا اول ما لقينا البيان ده نزل، انا بعت لرئيسه هيئه حمايه المستهلك في روسيا خطاب بوضح فيه الكلام ده، وقلت لها ان الكلام ده غير علمي وغير دقيق وغير قانوني، لان المبيد ده او المطهر ده موجود يا فندم في التشريعات الروسيه، ووضحت لها انه موجود فعلا في التشريع الروسي وفي القانون الروسي في صفحه كذا رقم كذا في الجدول الفلاني في السطر الفلاني. وبالتالي السبب اللي حضراتكم حطيتوه على الموقع بتاعكم ده
سبب غير منطقي وغير قانوني وغير فني بالمره، ويعني ان روسيا مش هتاكل برتقان ابدا، لان معنى كده ان مفيش ولا دوله في العالم هتصدر لكم برتقان، ولا مصر ولا غير مصر. هايل. وطبعا بعت لمعالي السفير المصري في روسيا، ومن خلال التمثيل التجاري بتاعنا تواصلنا من خلال التمثيل التجاري المصري في موسكو، وتواصلت مع معالي السفير نزيه النجاري في روسيا، وبصراحه وطلبت منه ان هو يعمل مقابله مباشره مع رئيسه هيئه حمايه المستهلك ويعرض عليها المعلومات الفنيه دي. عملنا مجموعه من الاجتماعات انا ومعالي معالي السفير ورئيس مكتب التمثيل التجاري ورئيس المجلس التصدير للحصلات الزراعيه ومع وبعض ممثلين للشركات اللي اتحضرت دي، عملنا اجتماعات من بعض اجتماعات زوم، وشرحت لمعالي السفير وضحت له الامور الفنيه بالكامل، وان الرفض ده لا يجوز ولا يمكن قبوله منطقيا ولا فنيا ولا عقليا. وطلبنا منه ان هو يقابل رئيسه الهيئه، وفعلا معالي السفير بذل بصراحه مجهود كبير لحد ما قدر يقابل نائب رئيسه الهيئه هناك وشرح لها الموقف بالفعل، وتم الحمد لله بنجاح الافراج عن الشحنات ورفع الحظر عن الشركات وتعديل الموقف الروسي على الموقع الرسمي بتاعهم، ولغوا السبب اللي كانوا حاطينه وكتبوا ان الشحنات مرفوضه رفض مستند، وبناء عليه الشحنات دخلت والشركات اللي كانت محظوره تم رفع الحظر عنها والموالح المصريه تدفقت يعني الى روسيا كده. ده كمان اعلان لبقيه دول العالم على يعني ضمانه الموالح المصريه، محدش شك في الموالح المصريه خالص 100% يا فندم. البرتقال المصري والموالح المصريه رقم واحد في العالم بشهاده دول العالم، وليست بشهاده الحجر الزراعي المصري فقط. الاحصائيات العالميه كلها ومواقع الاحصائيه العالميه في العالم بتقول ان الموالح المصريه والبرتقال المصري تحديدا هو رقم واحد حاليا في العالم على مستوى التصدير. احنا تخطينا اسبانيا وتخطينا جنوب افريقيا وتخطينا امريكا وتخطينا المغرب، واصبحنا الحمد لله رقم واحد في تصدير البرتقال من 2019 حتى العام الحالي للعام الثالث على التوالي. عظيم جدا. الدكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي، بشكرك شكرا جزيلا.